عاد كنعطيوك على حساب كل زواقه والثمن ديالها، ماشي كلشي كيكون كيف كيف، بحال دابا التخرام شكل، بحال دابا هادشي المنبت شكل، كل حاجه والثمن ديالها، بحال هكا هادشي هذا شكل، كل حاجه والثمن ديالها، الثمن لا مان دوفر ديال الصانع كتزيد في سميتو. بحال عندك شي توب، يعني التوب هو التوب نعني بالتوب، كنفسر لك يعني هاد التوب بحال دابا هو الخام، هو الدبخان، ولكن كل وحده كيفاش كدير الخدمه. الجلابه بحال دابا نعطيك مثال، جلابه عندك، جلابه هي التوب عندك، كنا شرينا توب واحد، ولكن كل وحده بشحال كتبغي تخدمه، وحده كتخدمه ب 6000 ريال، وحده يعني 300 درهم، وحده كتخدمه ب 2000 درهم. هذاك هو هذيك الخدمه الصانع، هو التوب كاين، يعني الدبخان انت غتدخلي للانترنيت غتلقاي الدبخان بشحال كيدير، ولكن كل صنعه والثمن ديالها، كل زواقه والثمن ديالها، راه كاين الفرق ما بين الصانع والصانع. يعني كاين الصانع وما راه غيخدموا لك بياسه وحده، ولكن كاين الصانع اللي كيبدع فيها، كيدير لها كتبري، كيزوقها، كيردها، كتحمق. وكاين الصانع اللي كيخدمها سامبل، بحال الجلابه فين كتبغي تخدميها سامبل، ملي كتخدميها مزوقه. هذا هو الفرق ما بين الذهب والذهب، يعني هذا هو اللي كنقول لك. كاين الفرق ما بين الصانع د الماكينه، يعني بحال فاش كتبغي تخدمي الجلابه د الماكينه طرق وكيطرقها لك، يعني كاين هذيك اللي كنديروها للقالب، كتجي كدير بحال القوالب ديال ديك لاكلاص، ولا بحال ديال المطبعات ديال الكاطو، كيحط الذهب وكيديرو في القالب ديالو وتتخرج. وكاين اللي اخر اللي كيبدا ينقش فيها بحال كيطرز بليبره، بحال كيطرز الطرز الفاسي بليبره، يعني كيبغي هو غادي يطرزها لك وينقشها لك، وديك الشيء راه خصو موده باش يوجدها لك. والعافيه زيد ان راه كينقش بالعافيه، كين وكيزوق بالعافيه، راه كي بالذهب كيذوب داك الشاليمو والحراره، وداك الشيء وتجي انت تعطيه واحد الثمن ديال الذهب شنو داير، راه ما يمكنش. راه خص الذهب بالخدمه ديالو، كل حاجه بالثمن ديالها، كل حاجه بخدمتها، هذاك الشيء باش كل حاجه بالثمن ديالها. يا بنات يا بنات يا بنات، كلكم حلوات، كنبغي نفسر لكم باش كل واحد يعرف. تعليقات 750، ما عرفتش تعليقات 750 يعني دمالش فاش كتكون فيهم 750، كيكون الطابع ديال الشركه ديالهم. يا بنات يا بنات يا بنات، كتعجبيني، الله يحفظك حبيبه ديالي. لا لي بولد كاميليا كاينين مجموعين مع لاباك ديالهم، لي بوغ لي بول ديالها كاينين مجموعين مع لاباك ديالهم، محطوطين حبيبه ديالي. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك حبيبه ديالي، هذا الشيء واعر بزاف، تبارك الله عليك صوفيا، الله يحفظك حبيبه ديالي. حلقات فيس عافاك شحال حلقات فيس؟ عندي تخوب بياس، عندي من 2000 درهم، 2300، 2500. عطينا بنتي حلقات الفيس، حلقات الفيس ما عنديش شكل واحد، راه ما كاين اللي الفوق كاين اللي لتحت. شوف اختي كاين اللي عراض، عطيني اللي هذوك اللي لقاك راهما تما فهمتي، جو بونس تما. شوفي الفيس راهما الفوق، كاين الفوق، شوفي ها انت حبيبه ديالي، كاينين هاد العراض هادو كيديروا 2500 درهم، 250 ديال الاورو، هادو عراض، وكاينين الرقاق. شوفي لتحت كاينين الرقاق ديالهم كيديروا 2300 درهم، وكاين الرقاق عاوتاني كيديروا 2000 درهم. مرحبا و100 الف مرحبا حبيبه ديالي، مرحبا بكم. عفاك ورينا الراتك، وريتها حبيبه ديالي. قصاريه القصاريه حنا ديالنا القصاريه الكبيره ديال سوق الذهب الكبيره. السميه فاتي كيطلعوا لي، ما كنقدرش كيطلعوا ليا. الله يحفظك حبيبه ديالي، السلعه باينه وكلشي باين، غير اللي كيبغي يتعامى وصافي. اونصومبل ديال 5000 درهم كاينين، اونصومبلات 5000 درهم كاينين حبيبه ديالي، كاين وحدين ديال الحجرات الزريرقين، كاين ديك الودعه 5000 درهم. يا بنات يا بنات يا حلوات، تبارك الله عليك كتعجبيني، والطريقه ديال البيع ديالك غزاله، الله يحفظك حبيبه ديالي. كنبغيو نصارحو كلشي، ان اليوم حنا كاينين، غدا ما كاينينش، الانسان يرحم عليك وصافي، ولكن راه حنا ما جالسينش هنايا باش غادي نبيعو ثمن فابور، راه حنا لابد ما كنربحو، لابد حتى حنا عندنا مصاريف وعندنا حوانت وعندنا مشاكل، وعندنا الانسان ما غاديش يجي ما غادي يقول لك غادي ما كيربحش، راه كيربح طبيعة الحال، ولكن ما شويه هكا، لا ضر لا ضرار، انسان لا ضر لا ضرار وصافي. واللي كيخدموا راه لابد خاصو يدير الصناعه، انا كنقول لكم كل حاجه عندها الثمن ديالها، الصانع راه كل واحد بثمنه. عافاك شحال الثمن تاع رادكو؟ رادكو كل حاجه وثمنها حبيبه ديالي، كيبداو رادكم ديال اليد من 4000 درهم، لو بغيتي شي حاجه زوينه عاود كذلك ديال العنق من 4000 درهم.
وي كلام معقول، لان هذا هو المعقول، يعني المعقول اللي كيعيش اختي الحبيبه ديالي. ما عنديش حبيبه ديالي سنيس، دوزي عندي سنيسلات، كاينين سنيسات ديال البنيات الصغار، سلسله امريكا عفاك، معنى سلسله امريكا، سلسله امريكا ما كايناش في المغرب حبيبه ديالي، الا كان شي حاجه عند شي حضره قديمه مستعمله، ما كايناش سلسله امريكا في المغرب نهائيا، ما كتخدمش في المغرب، كتجي من على برا، الا كانت شي حاجه راها داخله من على برا، يعني الناس ديال الجاليه هما اللي كيبيعوها، انا ما كنجيبهمش، كان شي حاجه قديمه كندوبها، ولا تنقول لكم هي هميزه، ولكن هذوك ما تنبيعهمش، ما كنجيبوش حاجه ديال المغرب، نقول لك ديال المغرب فيها السمية طول 40، السلسلة فيها السمية طول 40، كدير 42 ألف ريال، 2200، السلسلة ديال السمية الطول ديالها 40 سنتيم، 2100، 2100، والسلسلة ديال النيلو 2000 درهم، 1900، على حساب السمية. الله يبارك فيك فاطمة حبيبة ديالي، كنحاول ما أمكن نفسر باش الناس تفهم بأن الذهب راه فيه وفيه، والخدمة فيها وفيها، وكل حاجة، وديال الشركة راه حنا فاش كتجينا الشركة كيكون الثمن مسعر على صعيد المغرب كامل، ولكن كيبقى الاختلاف في الأوزان، كيمكن يكونوا جوج بياسات متشابهين، ولكن وحدة خفيفة على الأخرى، يعني الجباري وحدة خفيفة على الأخرى، وحدة بولاوها مزيان، يعني فاش كيجي بولي وزيد، فاش كيجي بولي بنادم، الإنسان في هاد الصانع راه كيكون واحد الروجة كحلة، كيكون الذهب بحال كحل، فيه الروجه فاش كتغسلي، فاش كنمسحو حنايا كتلق لنا الكحوله في يدينا، ديك الروجه راه هي كتغسل هكا، كيطير فاش كيكونوا كيبوليوها، يعني كيحكوه باش كيخرج وتيبقى يلمع، راه تطير لهم في الهواء، ديك الغبره راه كطير في الهواء، حتى داك راه كسور كيخرج عند الصنايعيه، راه كسور، يعني فاش كيبقى يلمع، هاي يلمع هاي يلمع، باش كتخرج كتلمع، راه كيبقى يحكها، كيطلع غير الغبره في الهواء، ديك الغبره راه ذهب، من بعد كيبقاو يرافينيوها، لان كيكونوا ما دايرين الشباكي، علاش كيخدموا من بعد كيبقاو هما يكبوا ديك الشيء ويخليوه حتى يقطر يقطر يقطر، ويبقاو يخرجوا منه ديك الغبره، راه حتى الغبره كطير في الهواء، راه حتى هي كتحسب، راه كتحسب على الصانع، راه فاش كيبقى يبولي بولي الغبره ديال الذهب كتبقى طالعه. انا كنحاول نفهمكم كل شيء، ومرحبا بكم، ورزق بيد الله، الا كان مكتب ليش رزق راه مكتب، ما مكتبش راه ما مكتبش، اللي مكتبه مكتبه، اللي ما مكتبش راه ما تجيش وتقطع السناسل وتجي عندي، راه حاجتي اللي مكتبه ليا ورزقي اللي مكتب لي الله، اللي ما مكتبليش الله واخا نجري انا عليه راه ما يجينيش، واخا نبغيه راه ما يجينيش. ومرحبا بكم، 100 ألف ألف مرحبا، اللي مكتب لها شي حاجه معانا تستاهلها وبصحتها وراحتها، وتديها وهي فرحانه، ونبغيوها تديها وهي فرحانه، واللي ما عجباتهاش لا كوموند ديالها تعيط لي تقول لي راه ما عجبتنيش، راني بغيت نبدل، راني بغيت نشونجي، راني هادي، بكل فرح، لا انا لا بنتي لا ساره لا كل شيء، ومرحبا و100 الف مرحبا. ويا بنات يا بنات يا بنات، كلكم حلوات يا حلوات. هنا كمامه جيت جاي يديروا عماه، جاي مع شو كيقولوا، لا جاي قاد دعمه، جيت نقاد نطلع نبرك باش نشوف شي وحده نجاوب عليها، عميتها صدقت انا اللي كاينه، ماشي الدمالج. اذا مرحبا و100 الف مرحبا. الهميزات كاين شي حاجه كتكون قديمه كندوبها، يعني كنحتاج دابا باش نخدم كندوبها، بزاف الحوايج كيجيو زوين، ولكن ما عنديش لو طون باش نبقى عاد كنبين، يعني كندوب كندفع، يمشي تدوب داك الشيء ويمشي تخدم، هذاك الشيء اللي كاين. الحاجه وريني السيدة مرا من بالا بغات التصويره، هادي واش النباله هادي، ها هي حبيبه ديالي، عطيني ديك النباله حبيبه، اختي فدوى واش عندك حبيبه ديالي، واش سلسله مبرومه 5000 درهم تكون باينه ولا رقيقه؟ لا لا ما تكونش باينه بزاف، سوى الا كانت منفوخه، منفوخه السلسله مبرومه خاصها تكون، الا كانت غليظه، عطيني ديك السلسله مبرومه فوفا، راها قدامك هاديك السلسله مبرومه حبيبه ديالي، الا كانت غليظه بحال هكذا راه كطيح فيها 27 غرام، 26 والصرف، الا كانت غليظه ما كتكونش منفوخه، كتكون مدكوكه، لان السلسلات مبرومين كيقدو يتفرتو، الا كانوا خفاف راه الناس عارفه، لان اللي مجرب راه مجرب السناسل، عندك الايبي الا كانت صحيحه راه صحيحه ما كتقطعش، الشوبار البيزماك كلشي اللي كيبغي يستعمل اليومي. ها انت حبيبه ديري شوف واش هاد النباله اللي بغيتي، مرام كاينه هادي، كاينه هادي، كاين شانيل،
ودوزو عندي واتساب ومرحبا بكم الحاجة اللي بغيتو، مرحبا ومئة ألف ألف مرحبا، وكل شيء زوين وكل شيء غزال، والذهب راه كله غزال والذهبية كلهم زوينين، وتكلوا على الله وخبعوا فلوسكم عندي أو عند غيري، الله يسهل على كل واحد، وكل كل حل حانوت وكل كيترزق الله، كل شيء اللي كيدير لايف واللي ما كيديرش لايف كل شيء راه أثمنة معقولة وأثمنة مناسبة، حنا كنفسروا كل شيء، راه الذهب كله زوين كيف ما كان راه زوين وكينفع، فوق الحزة كتجيبيه وتحطيه تبيعيه، تكون عندك طوموبيل كتبقاي تحطيها في افيتو تبقاي تقولي هذا شكون يشريها مني، الذهب كتجي تحطي شتري ثلاث طق الشنطة كيعطيك ثلاثة د المليون كتمشي في حالاتك. بارك الله فيك في علال، الله يحفظك يا حبيبة ديالي، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يعطيك الصحة انتم، الله يعطيكم الصحة وتصبحوا على خير وليلة سعيدة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وخير الكلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب الشفيع، هادشي اللي غادي نقولو، وشكرا شكرا شكرا عليكم على الثقة، وكنحاولوا ما امكن باش نكونوا عند حسن 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 الظن ديالكم، ماشي حسن واحد، محسنات محسنات ان شاء الله بحول الله، وتستاهلوا كل خير، وشكرا لكم، واللي ما قدرناش عليها الكمال لله، راه الكمال لله تعالى ماشي لينا، اللي قدرنا عليها مرحبا و100 الف مرحبا، واللي ما قدرناش عليها مرحبا، انا ماشي كنبغي غير نبيع ونشري ونقول طا 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 وهال السلعه وصافي، كنبغي نتواصل معاكم نضحك معاكم نحس بيكم وتحسوا بيا، يعني مني ليكم، يعني نتوما ليا وانا ليكم، بغض النظر على البيع والشراء، راه البيع انا كنقول لكم الرزق بيد الله تبارك وتعالى، اللي مجدنا راه مجده، الله يوجدنا لنا وليكم الخير، وساعتكم سعيده وليله سعيده، وتبارك الله عليكم كاملين، وتصبحوا على خير، وتهلاو لي في راسكم، تهلاو لي في الدراري، تهلاو لي في الرجال، تهلاو في الوالدين، وكل شيء يا سلام يا سلام، وتصبحوا على خير، واللي بغى شي حاجه تواصل معنا 0674 35 88 33 0600 11 0145، ويا سلام ويا سلام ويا سلام، ويا بنات يا بنات يا بنات، وكاين حتى تواصلوا معنا حتى في 0695 92 15 95، وتصبحوا على خير، وكاين خير الكلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب الشفيع، كاين الانستغرام ها هي بيجو تخي حفصه، كاين الفيسبوك انستغرام ها هي، ما تنساوش ما تنساوش بيجو تخي حفصه اوفيسيال في اليوتيوب، ما تنساوش تابوناو معنا، وما تنساوش دائما 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 بيجو تخي حفصه، كنتمنى لكم السعاده والهنا والتيسير، وشكرا لكم، وتصبحوا على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.